البلاغة عندما نأتي لأصحاب المعاني البلاغيين يقولون إن الكلام ينقسم إلى إيجاز ومساواة وإطناب، إيجاز ومساواة وإطناب، ويعدون هذه الآية من الإطناب. ما معنى الإطناب؟ الزيادة، أن يكون اللفظ أكثر من المعنى، هذا أصل. لكن الإطناب في أصله قد لا يكون محمودا، لكن يكون محمودا إذا كان لفائدة، يكون الإطناب محمودا إذا كان لفائدة. ثم جاءوا أي البلاغيون ينظرون في الطرائق التي متى يكون الكلام والزيادة فيها فائدة، فذكروا التذييل، ذكروا الإغال، ذكروا الاحتراس، ذكروا الإيضاح بعد الإبهام، ذكروا غير ذلك من الطرائق التي يسوق فيها الإطناب، يعني يحق لك أن تطنب تزيد في اللفظ على المعنى. منها من هذه الطرائق ما يسمونه زيادة التأكيد، زيادة التأكيد. إذا جئنا نأخذ هذا المعنى الذي قاله البلاغيون زيادة التأكيد على الآية، فإن الله قال وقوله الحق: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ماذا يقول البلاغيون؟ يقولون إن أصل الآية: ووصينا الإنسان بوالديه ثم أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، هذا أصل الآية. ما أصل الآية؟ ووصينا الإنسان بوالديه أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، هذا أصل الآية. قوله جل ذكره: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، هذا يسمى عند البلاغيين إطناب، زيادة في اللفظ. ما الذي صوغ هذه الزيادة؟ تأكيد المعنى، تأكيد الأمر، تأكيد المعنى. ما مراد تأكيده؟ تأكيد بيان أن حق الأم أعلى من حق الوالد، هذا الذي من أجله أطنب في الآية، تأكيد أن حق الأم أعظم من حق الوالد. فإن الله لما قال: ووصينا الإنسان بوالديه، إذن أمرنا الله بالأب والأم. ولما قال في الآية في خاتمة الآية أن اشكر لي ولوالديك، أي أمرنا بشكر الوالد والوالدة لأنه ثناهما. ثم قال جل وعلا: إلي المصير. لما قال في ثنايا الكلام، هذه جملة معترضة: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، هنا لم يذكر وصية وإنما ذكر حال الأم. فلما أدرج جل ذكره وتبارك اسمه هذا الأمر في قوله تبارك اسمه: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، فهمنا أن الله يريد أن يقول لنا إن حق الأم أعظم. لذلك بين ما تعانيه الأم، بين ما تعانيه الأم. ما معنى حملته أمه وهنا على وهن؟ أما قول الله عز وجل في الأول: وصينا الإنسان بوالديه، فإن الله جل وعلا له في كتابه العظيم وصايا عظيمة، وحظ كل امرئ من رحمة الله على قدر قيامه بالوصايا الإلهية والأوامر الربانية والوقوف عندما نهى الله جل وعلا عنه. فوصى الله جل وعلا بالوالدين توصية عظيمة، قال: وصينا الإنسان بوالديه، وقال في آيات أخرى مما لا يخفى على أكثر السامعين. ثم قال جل وعلا: حملته أمه وهنا على وهن. المرأة أصلا ضعيفة في خلقتها، المرأة أصلا ضعيفة في خلقتها. ذكر الله هنا حملته أمه وهنا على وهن، كم وهن؟ ذكر وهنين، ذكر وهنين. الوهن الأول حملته أمه وهنا، هذا ضعف الجنين، على وهن أي على ضعف المرأة، فضعيف يحمل ضعيفة، ولولا لطف الله لما قدرت أن تحمله، ضعيف يحمل ضعيفة. وتحتمل الآية: كلما ازداد حملها ازداد ضعفها، كلما ازدادت أيامه وعمره من في بطنها ازداد ضعفها. فوهن في اللغة بمعنى ضعف، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. قول الله جل وعلا الاتيان هنا بحرف الجر في عامين يفيد الاختيار. ما معنى يفيد الاختيار؟ يعني ليس الوالدان ملزمان بأن الطفل لا بد أن يكتمل بالرضاع عامين، يمكن أن تفطمه قبل ذلك لكن لا بد من مراعاة حاله، فلا تفطمه جزافا. لكن الله جل وعلا قال هنا: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. قلنا إن هذه الجملة معترضة عند البلاغيين، والسياق يسمى سياق إطناب، صوغه الزيادة في المعنى والتأكيد عليها